الموضوع بالحق معناتها ممكن ما حابش نحكي فيه لانه معناتها قلت معناتها واحد يركح الامور ومش لازم معناتها باش يدخل في صراعات ولا في كذا، لكن لقيت الموضوع طول ولقيت فما ناس بالحق معناتها ما حبتش تفهم اللي راه واحد ساعة ساعة كي يسكت راه مش راه معناتها حقه ساكت على حقه، وانما يرى بالعشرة يرى معناتها الوضع العام تاع البلاد ما يحبش يتكلم، لكن معناتها من العيب انك معناتها زملاء نتاعك معناتها يرجعوا، لان نحن جمدنا 6 اشخاص معناتها في غياب، معناتها نحن بالنسبة احنا مبرر، لكن هما القهوة غير مبرر معناتها جبدونا وبعد معناتها رجعوا الخمسة وانا ما رجعتش، معناتها ترى تجميد معناتها متعصف ما عندوش مبرر، وخاصة مع شخص اللي تكونت معه علاقة نعتبره أخوه، نعتبره واحد من العائلة، خدمنا مع بعضنا في ظروف صعيبة، وقفنا معناتها وقفت معاه، المفروض الإنسان هذا اللي تقف معاه ولا معناتها اللي تمد له يدك ولا تقف معاه وقت الشدة، أبسط حاجة معناتها يقول لك معناتها إنسان معناتها مهما كان ما نقولش ترجع له المزية ولا كذا، وإنما هذا حق. نقولهم على أسف شديد فما تراب ما عيناش عادل دعداع باش يرجع للرابطة، ممكن يقلقهم عادل في الرابطة لأنه مش تابع المنظومة، ماهوش تابع السكتور، مش تابع السيستم، ممكن الناس تتقلق في هذا. في بالي أنا معناتها كي انتخبوني الجمعيات وعطوني الثقة وأنا كنت باش نكون رئيس الرابطة، لكن القانون اللي عملوه نتاع يلزم عندك 6 سنين معناتها تجربة وكذا، وأنا خاطر معناتها بصفة معناتها خاصة كنت ممنوع من قبل الثورة باش نمارس حتى حقي الرياضي. نقعد بيت اني معناتها الاخبار اللي توصل للسواديع بكل صراحه ماني قلت لك من داخل الرابطه او من خارجها ناس معناتها رافضه معناتها ما تجمش معناتها كيما تقول انت كي يبدا عادل موجود تقول عليهم ما عندهمش قيمه ما عندهمش وجود، يرى روحهم ما ينجموش يتصرفوا، ممكن فما ناس تحب على غالب تحب تمشي ملفات تحت الطاوله، تحب تذاري جمعيات على حساب جمعيات اخرى، فوقت اللي يلقاو معناتها السيد هذا معناتها ضد المعاملات هذيك اللي تحت الطاوله كذا معناتها يقول عليه معناتها تسبلوا، لانه لولا هما معناتها عملوا البرقيه للجامعه انه معناتها الغياب نتاعنا غير مبرر، ما كانش معناتها رئيس الجامعه باش ياخذ القرار نتاع تجميد 6 اعضاء، وهذا تجميد مش له موجود في القانون الاساسي نتاع الجامعه، له موجود في القانون نتاع الرابطه، معناتها هذا معناتها قانون معناتها ما عنده حتى شيء، لكن ما حبيناش ندخلوا في نتاع ذاك نمشي للمحكمه الاداريه ولا نمشي للفيفا ولا كذا، معناتها قلت للشخص تو يرجع له عقله، تو يرجع له ضميره، تو ترجع له اخلاقه، تو يرجع له اصله. قلت قلت فما مازالت 4 مباريات، قلت انا ماذا بيا لو كان زاد معناتها اقتراح، قلت ماذا بيا ال4 مباريات هذوما اذا اللي بتحب نكملوهم وخلي البطوله توفى على خير ووضع البلاد معناتها ما يتحملش خلي نكملوا العام على خير، قلت يا حبه ذا لو كان معناتها خاصه الجمعيات الكل ولات تتشكى من التحكيم وكل واحد ما عادش عنده ثقه في التحكيم، خاصه كل واحد يقول لك هذا تابع السيستم وهذا تابع المنظومه، قلت يا حبه ذا لو كان ال4 مباريات هذيا نجيبوا مثلا حكام اشقاء مثلا من المغرب من ليبيا من الجزائر معناتها يكونوا بالعكس تبادل حتى تبادل حكام كما تجربه صارت هذه قبل، وهكاك كل جمعيه ما عادش تتشكى لهذا الحكام تابع فلان تابع فلان، وقلنا خلينا نهيو هالبطوله هذه على خير وهكاك العام الجديد نبداو صفحه جديده، واذا بي فما ناس معناتها انا جبت التحكيم فما ناس يقول لك مش في سمعتها مش في صالحهم اللي عادل دعداع باش يقول تحكيم معناتها نجيبوا تحكيم من برا ولا كذا معناتها مش في صالحهم، تجي يكون من معناتها داخلين الهيكل الرياضي، لانك انت لانك غدا وقت اللي انت باش تقول معناتها باش تجيب حكم من المغرب ولا من الجزائر ما عادش ينجموا يدخلوا فيه، ولا الجمعيه الاخرى ما عادش يقول لها انا ريقلنا لك امورك ولا انا مثلا سي انا حطينا لك الحكم على قياسك كما قال الاخر، فما حكام على كارت اللي يدخل في المنظومه حط اليوم تربح غدوه تخسر، اليوم يفرحوك غدوه يبكيوك، كل معناتها بدون سنه جامعات كبيره ولا صغيره، انت شوف تراجي جرزيز مثلا من جمله الحاجات اللي معناتها نقول لك المنظومه، كي سي محمد الدبابي هذا اللي نحن معناتها افترضناه في المعناتها وصار تشطيبه في معناتها في الرابطه ورفضناه، الدوسياته معناتها الموجوده والناس الكل تعرف، وجاء قرار اللي قلنا معناتها السيد هذا ما عادش يرجع كذا، وقت اللي في تراجي جرزيز مشى معناتها حب يعاقب تراجي، قال له تراجي جرزيز ما صوتتش على الرئيس على الجامعه، انسان حر في التصويت وقتها في الانتخابات، تصور انت وانسان اللي معناتها ما يصوتش على قائمه وديع معناتها تسمع معناتها كيما نقولوا لونتوراج نتاع السيستم يقول له مرة معناتها ترجي مستهدفه من مرسى كيف كيف استهدفت لان هي كيف كيف معناتها ما مشاتش في القائمه معناتها عيب معناتها الانسان اللي يجي ضد قائمه يولي مستهدف باش فريقه يتيح وكذا.
وقت اللي جيت نترشح في يعني في الانتخابات نتاع الجامعه قلت راني معناتها لان ديما حتى كان نمشي لقطر والحق معناتها ديما يستضيفني ويفرح بيا معناتها اخويا الكبير ونحبه برشا طرف عنده. وقت اللي سمع بيا باش نترشح في القائمه مع وديه قال لي عاد ما ننصحكش بكل صراحه، يعني اول مره سيدي نقولها فهمت، وقال لي تشوف الشخص هذا معناتها كيفاش باش يدور عليك وانت ما تسمعش الكلام. قلت سي طارق انا قلت راه معناتها ماذا بيا معناتها رئيس نادي حمنلف، قلت نحب ندخل في الهيكل الرياضي، قلت مازالت ما عنديش تجربه، نحب نشوف معناتها كيما نقولوا المنظومه الرياضيه، ولكن مع الاسف الشديد كيما قلت معناتها هاك شفت معناتها الكلام طارق معناتها كيما قال لك اللي اكبر منك بليله ازيد منك بحيله، واللي بل تمشي على كباره معناتها اللي عنده تجربه هاك شفت معناتها الانسان كي تعتبره خو وتعتبره صاحب وتعتبره معاه وتقف معاه وقت الشده، وقت اللي كيما الناس قبل يقول لك اللي تعديه من الواد يضربك بالحجر، هذا انا لقيته في تونس بكل صراحه. الشيخ هو اللي شجعني معناتها معناتها على الرياضه، معناتها انا حتى كي مشيت رئيس نادي معناتها من بعد وقتها من بعد الثوره معناتها ممكن وقتها كان حمادي جبالي كان هو معناتها الامين عام تاع حركه نهضه، قلت لي حتى الشيخ راشد مازال معناتها ما جاش معناتها من لندن، معناتها هو قال لي بالعكس نحن معناتها داخلين في تاشيره باش نعملوا معناتها حزب باش يولي قانوني كذا، يا حبذا لو تبدا عندنا وجوه معناتها على الاقل وجوه رياضيه. من جمله الحاجات اللي عملتها وقت اللي كان سي الباجي كان معناتها رئيس النداء رئيس حزب قبل ما كان رئيس، مشيت باريس معناتها انا اللي معناتها كيما نقولوا انا برمجتها، والطياره اللي انا معناتها كنت مساهم معناتها باش كريت الطياره وباش برمجت معناتها باش الشيخ معناتها يمشي لباريس باش يقابل الباجي. سليم رياحي كان معناتها كان وقتها بالنسبه انا كان معناتها كان معناتها وبالنسبه لي انا كان واسطه، هو شكون معناتها اكثر واحد اللي كان حرص على المشي نتاع باريس نقولها بكل صراحه هو نبيل القروي. معناتها انا معناتها كنت انا نبيل القروي، سليم هو كان معناتها نظم الاوتيل في فرنسا فقط، معناتها سليم كان معناتها المبرمج نتاع برمج لنا الاوتيل في باريس، وهذيك التصويره اللي نزلت معناتها سليم الرياحي والباجي والشيخ هذيك التصويره لانه معناتها كان اللقاء ثنائي حتى حد يقول لك ما كان معناتها موجود، معناتها هذيك التصويره تخذات معناتها حب معناتها كيما نقولوا يسوقها وقتها سليم الرياحي ما بين الباجي وما بين الشيخ الاكثر والاقل. وسي وديع وقت عمل ملف معناتها في الفيفا وبعثه معناتها اللي فما معناتها ممكن قرار ربما يكون سياسي معناتها في توقيف الجلسه، فقلنا البلاد هذه مش متحمله معناتها المشاكل هذه والعقوبات وممكن ربما تجي، تعرف انت الفيفا ما ترحم حتى حد، وكان جي بتجي عقوبه بتجي عقوبه لتونس، فبالحق كان معناتها يعني كان معناتها لقاء شيخ معناتها اولا تعرف لقاء تعارفي معناتها ما بين الشيخ وما بين وديع، ووديع معناتها ماهوش معناتها خذا شك على بياض ولا كيف، بالعكس معناتها بين اللي هو معناتها ولد تونس ويحب يخدم الرياضه، وتنجم تقول معناتها انقذ بالقانون يعني مش انقذها بدون قانون، وانما المصلحة تونس. الشيخ معناتها فما حاجه معناتها مواكبه ديما معناتها نعتبر معناتها سافرت معاه في جميع السفرات تقريبا، شفت معناتها وقت اللي يخرج خارج تونس معناتها ممكن ينسى الكاسكيت نتاع الحزب معناتها واحد ويتكلم على مصلحه تونس. فما علي العريض حب نادي الافريقي، عبد الحميد جلاسي حب نادي الافريقي، نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي كيف معناتها كلوبيست، لطفي زيتون تراجيست، الشيخ عبد الفتاح مورو تراجي. البحيري ماهوش مبين، معناتها انا نعرف اخر مره كلمني على فريق وجبنيانا، معناتها تتظلم شويه في التحكيم، قال لي راهو جماعه معناتها متقلقين عاد نشوف كيفاش تعمل. عجبت الحاجات قلت معناتها حملنا فيها حبه ذا لو كان معناتها نكون معناتها نشوفوا له عمليه توم كما كان عنده موجود، لان حمنلف معناتها كان ديما تعيش معناتها عندنا نادي العين عندي نادي القنيطره كانت موجوده عمليه توم في حمنلف، قلت يا حبذا معناتها لو كان حمنلف خاصه فقدت معناتها الجناحات نتاعها ما عادش عندها معناتها ما عندناش في زون اندستريال حمنلف لا هي منطقه صناعيه لا عندنا رجال اعمال كبار لا عندنا مورد قار في حمنلف، كي عملنا اتفاقيه مع نادي السي القدري ولقيت فيها تجاوب قلت يا حبذا معناتها حمنلف تولي معناتها عندها اتفاقيه او تبادل خبرات مش ولي عندنا ستاجيات كيما هم يجونا نحن كيما يجوهم الملعبيه كيف اذا فما ملعبيه باش نكون انا عندنا حمنلف خاطر ولاده في الملعبيه عندنا برشا ملعبيه نجموا معناتها نعطيهم كيف اذا هما عندهم ملعبيه نجموا ناخذوا من عندهم ممكن اتفقنا معناتها باش يعطيونا بيس وكذا ممكن فما قيمه ماليه ما زال وقتها كنا باش نحكيوا فيها لكن مع الاسف الشديد لقيت معناتها مع
معناتها اشكال معناتها وصد كبير من داخل حمنلف ومن خارج حمنلف. انا معناتها الخط رئيس النادي من نهضه الناس كل سيست القضيه وسيست هذه الاتفاقيه وولات معناتها اخذت منعرج اخر وصلت حتى للسفير اللي كان قبل معناتها موجود في سفير قطر في تونس. الناس معناتها مشاو كيفاش علاش معناتها الاتفاقيه مع السد مع هذايا رئيس نهضاوي علاش خاطر هو نهضاوي كذا ولات تسيست حتى اللي مثلا جاء قرار معناتها نوقفوا الاتفاقيه هذه حتى نشوف. هو سمير الملهي حتى مش انا باش نفي سمير الملهي معناتها تاريخه معناتها كان معناتها في الحرب في حركه الاتجاه الاسلامي سابقا ممكن لكن من 87 سمير معناتها ما تعاملش مع النهضه ممكن خذاه معناتها بعد وخذا معناتها ذاك موقف وخذا ممكن كل واحد حر هذاك لكن تاريخه معناتها الناس كل حتى حد مش جينا معناتها نقول سمير معناتها مش من حركه الاتجاه الاسلامي لكن مع النهضه معناتها كي بدلت 89 سمير ما كانش موجود وخذا مسافه معناتها من النهضه لكن الناس كل معناتها على الوجوه الكل يعرفها لانه هو قديم وكان قيادي معناتها مش معناتها سمير حجر جبهة الواد معناتها معروف تاريخه النضالي معناتها موجود ولكن معناتها هو خير باش يكون في قائمه مستقله. حمنلف الله يهدي معناتها كان فما اسباب باش خلاو حمنلف توصل الى الوضعيه هذه معناتها حمنلف في جمله من الاشياء اللي ممكن ان باش نحكيو فيها انها افلس بلديه في تونس. أفلس بلدية في بلدية تونس. شكون عاقبها؟ عاقبها لأنها معناتها عاشت لأن عاش فيها البي معناتها نحن ممكن عشنا معناتها قاعدين نخلصوا في فاتورة البي اللي عاش في حمنلف. حمنلف ممكن من أقل الجهات اللي صارت فيها مشاكل ممكن حتى قبل الثورة ما فماش هذه المشاكل اللي شفتها معناتها الاحتجاجات حتى بعد الثورة شوف معناتها من قلة الجهات اللي فما اعتصامات ولا إضرابات ولا كذا معناتها بكل صراحة ما عندناش روابط حماية الثورة بالعكس حمنلف شو اللي يعمل حاجة يتفضح. لا انا جبت فاضل بن حمزه لا معناتها انا خيرته لا لقيت قائمه اخرى معناتها الخطر هذه نحب نبينه بالذات لانه معناتها برشا ناس يقولوا عداه هو جفار مع عمري ما جبت الفاضل لانه الفاضل بن حمزه قدم قائمه وكانت القائمه الوحيده اللي موجوده في حمنلف فمن واجب يلزمني ندعمها ما دام باش يخدم حمنلف يلزمني ندعمها. عمل قصوحيه راس عمل انفراد بالراي ما عرفش كيفاش يتعامل ممكن معناتها كما نقولوا قله الخبره في الميدان هذا في كره القدم خاصه احنا فشلنا في كره القدم معناتها في ميدان اخرى عاديه معناتها ما عرفش كيفاش يتعامل هو يتحمس وليته فما جلسه فما معناتها كما نقولوا ناس تحكي في وقت اللي تصير جلسه في التقرير ماله تقرير بادئ فما ناس باش تحضر وخويا تنجم تعاتبه وراك عملت هكا وعملت هكا وحتى واحد راهو ما يهرب من الحساب لكن فاضل دعمته ندعم فيه ماديا ندعم فيه معنويا كي يغلط نتغشش عليه لاني ولد حمنلف ومعناتها وما نحبش حمنلف توصل للشيء هذا من حقي معناتها كي معناتها نلقى معناتها مش ماشي في ثنيه صحيحه كمحب انا نولي ما عادش رئيس تو كمحب معناتها نغير على النادي بتاعي بالحق نتغشش كي ولينا معناتها حتى في القسم معناتها حتى كي طحنا وصار زلزال بجمعيه كيف هذيك اللي كنا نلعبوا ديمي فينال وخليناها معناتها من احسن الفرق موجوده حتى كي طحنا تو القسم الثاني انتدابات ما كانتش في المستوى بكل صراحه انتدابات فاشله نقولوها بكل ما عرفناش كيفاش معناتها نتعاملوا مع القسم الثاني رغم هذا عزيناه كي قال انا راني فشلت وكذا وكذا ما نحبوش زاد نخرج يخرج من باب صغير كل انسان شد وتقمص مسؤوليه رئيس ولا هي مديره غدوه حتى باش يقدموا استقالاتهم ماذا بهم يخرج من باب الكبير وتكرمهم.